ينضم إلينا من المنامة الأستاذ مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد ورئيس جمعية الصحفيين البحرينيين. مساء الخير أستاذ مؤنس. ألو، مساء الخير. مرحبا. مساء الخير أستاذ مؤنس. لا شك طبعا شاهدت التقرير، يعني اتصال تلو الآخر بين رئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم بن جبر والمدعو علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي والمحكوم بالسجن في قضايا إرهابية. يعني دلالات هذه الاتصالات المتكررة بين النظام القطري وتنظيم راديكالي متطرف مثل جمعية الوفاق. أستاذ مونس؟ ألو. نعم تسمعني أستاذ مونس؟ ألو ألو أستاذ مونس؟ إيه نعم تفضل. تسمعني؟ الحين أسمعك. تفضل. نعم أستاذ مونس، كان السؤال إن كما جاء في التقرير الذي أذعنا قبل قليل اتصال تلو الآخر بين رئيس وزراء قطر، يعني هناك اتصالات متكررة بين حمد بن جاسم بن جبر والمدعو علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي. يعني دلالات هذا الاتصال المتكرر بين النظام القطري وتنظيم راديكالي متطرف مثل جمعية الوفاق، اتصال رئيس وزراء دولة مع نظام، مع يعني زعيم تنظيم متطرف، يعني طبعا. الو. ايوه تفضل. اي نعم. طبعا هذا يبين لك ان السياسة القطرية او الحكومة القطرية ضالعة في تمويل الانقلابات وتمويل الإرهاب، وهذا مثال إن ما بثه التقرير الأخير، وهذا امتداد ما تفعله قطر في السابق. طبعا بينت إن حتى الاتصالات يعني قيمت على أرض مملكة البحرين، وهذا الشيء اللي إحنا يعني قد يجرحنا، ولكن ليس مستغربين بهذه الممارسات التي تمارسها السياسة القطرية منذ فترة، والآن كشفت الكثير من الأمور. لذلك يجب ان احنا نستخدم هذه الادله لرفع القضايا ان هناك دوله تساند الارهاب. نعم. تساند الانقلابيين. جمعيه الوفاق المنحله وامينها العام مدعو علي سلمان هذه من جزء اصيل من هذه الجمعيه الارهابيه التي حكمت عليهم المحكمه، وهناك كثير من القضايا ضدهم. لذلك يجب ان احنا نستغل هذه الادله لتأخذ مجراها في المحاكم المحلية أو المحاكم الدولية، وأن هذا أكبر دليل أن هذه السياسة تدعم الإرهاب. وهذا ما ليس أول مرة، يعني حتى لو نرجع للتاريخ قطر مستمرة أو السياسة القطرية مستمرة بهذا الشيء. يعني يجب أن إحنا كمملكة البحرين نضع الحد لهذا الموضوع في الطرق المحاكم العدل، وحتى الشكوى في الأمم المتحدة. ان هذه الأدلة موجودة، ويجب ان توقف يعني او تاخذ قطر جزائها في بث النظام. يعني احنا في مملكة البحرين عانينا من التخريب والحرب وتم اختناق وقدمة البحرين شهداء في هذا الموضوع، فيجب ان لا يمر هذه الامور يعني ببساطة الا ان ناخذ حقنا القانوني في هذا الموضوع. نعم استاذ مونس المري، رئيس تحرير صحيفة البلاد ورئيس جمعية الصحفيين البحريني، شكرا جزيلا لك.